حقق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023 نجاحاً لافتاً وبداية مبشرة لموسم حافل. وأقيم الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بحر جميرة على مسار وصلت مسافته إلى ما يزيد عن 5 أميال بحرية من جزيرة دارايا قبالة منتجع بولغاري وحتى نقطة النهاية جميرة 4 بالقرب من جزر العالم وفندق برج العرب. وسطع نجم القارب الذيب 40 لمالكه زايد علي عبد الله الحسني بقيادة النخبة محمد طارق الحسني والذي نجح في الوصول أولا إلى خط النهاية متفوقا على جميع المشاركين ليظفر بصدارة الترتيب واعتلاء قمة فئة الناشئين تحت 16 عاماً.